اولا حكومة التصريف العاجل من الامور تحضر امام البرلمان لانها حكومة تحضر امام البرلمان لانها حكومة. اوكي. اثنين، المادة 116 من الدستور تقول الحكومة تحضر، تكليف للحكومة بالحضور، بما معناه لو غابت، هذه قناعتي، لن يبطل اجتماع مجلس الأمة. اذا انت قناعتك ان اذا الحكومة ما حضرت المجلس فالاجتماع قائم. نعم نعم. ويقدر يشرع المجلس بالحال. والمجلس يقدر يشرع. الآن أنا كمجلس كي أشرع ماذا أحتاج؟ أحتاج تصويت. أوكي. على الاقتراح، وأن يكون في نصاب، وألا يكون هناك رد للقانون. أوكي. الآن الحكومة تريد أن ترد القانون، تصدر مرسوم مسبب يصدق عليه سمو الأمير، لكن حضور المجلس انعقاد دون وجود الحكومة وإصدار القرارات. أنا قراءتي للمادة 116 تجعلني مطمئن أنه يمكن للمجلس أن يجتمع حتى لو لم تحضر الحكومة.